ويلا فاش من المنصور الله يقرع راه غنحك لك وما غنعاديش كي درتي الخيب راه غنقادك عشين وي صاي صولي معايا وشي شوف هذا الخوت هذا الله يجي شكاش انا نسكن فيه والله حتى انا نسكن فيه كاين عند واحد كريسر ضربو عزاف وقال لي في الاول ما عرفت قال لهم شي 3000 درهم باش ندري سالي 3000 درهم قال لهم شي 3000 درهم باش ندري سالي سيماناتي بحال هكا خويا عيط لينا قال لينا راه الكلب مات انت نتوما غتشوفوا الكلب كيفاش غيولي اصبروا كل نتوما غنصبروا ولا صافي ريح ريح ها نتوما كيما كتشوفوا خوتي واحد الحلبه جديده يلا جينا نشوفوها قبيحه بزاف ما كتسمعش هضر هضر دابا عرفتي اش كيديروا كان بغاش يدخل البلاصه ودخلتو بزز وكنحاول نخليه يريح حل عليا انت شوف باغي يمشي هو دابا علاش داير بحال كداصر مضوميني فهمتي كيبغي يضوميني والكلمه خاصو يكون بحال كيضوميني مولاي وي يخرج وقت ما بغا ويدخل وقت ما بغا دابا حيت هذا مقابلاه مو ما مقابلوش هو ما مقابلوش الدري داكشي علاش داصر وديما الكلب يكونوا مربينو عيالات يكون داصر بزاف واي دريسو غيتشافك معايا في هاد الايباد دابا خوتها كنحاول نضوميني نقول ليه ريح قبيله فاش قبل ما نصور ولا كنريح عرفتي شاد ليه دابا دير ليه الترونبور دير ليه الترونبور باش يتحكم انا بعد ما توصلت لحد ضرب الكونفور صافي صافي حكمتي صافي صباح شو خوتي كي كيبقى يدير عرفتي بزاف كيطرطق وكيبغي يضوميني ولكن انا غندور معاه اي اي ريح غيبغي يعطني دابا وغيبغي يدير المستحيل غير باش نتلقاو وباش نضوميني اي شوي ريح 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 هاي ريح ريح الكلب اخوتي الا كان قبيح اون ديبار خاصكم تتعاملوا معاه نتوما بصرامه ماشي شكون تضربوا ولكن تعرف كيفاش تتعامل معاه ما تكونش حنين معاه بزاف ريح ريح هي ريح تكالم او ميم طون كنضوميني فيه كون بين لي الا ما درتي الا درتي شي حاجه زوينه راه غنحك لك وما غناديش كي الا درتي الخيب راه غنقادك عشين المهم اخوتي ها هو رايضه اسي شحال عندك من عام رايضه 13 عام انت اللي مربي هذا الكلب ديالك ياك اش خديتيه والله ما عرفت بابا اللي مشي خديه باباك اللي مشى باباك اللي مشى جابو لك المهم اخوتي كليب زوين تبارك الله دابا شحال عنده شي 6 شهور ياك بحال هكا المهم عنده دابا شي 6 شهور شي شو البساله اللي كيبقى يدير ولكن ان شاء الله غنخدموا معاه غيولي ناضي ياك عشيري ناضي كنادي الله يدعش اخوتي راه قديم معايا فلاشين قبل من ندير الكلاب ها انتم شو اخوتي راه باس انتم ايوب راه مقاتل معاه حتى هو خاصو شي يبقى داصر بحال المهم ترى انت داير لاشين ياك كاين عشيري المهم خوتي دخلوا عند رايده هو داير لاشين والكلب ديالو ان شاء الله راه غادي نقادو غيولي ناض او رايدا غيبا معايا شي فيلم قصير لا غادي نتكلم معاه حتى افلام قصيره ناض انتم اخوتي راه كيطرطط بزاف ما يبقاش اللي جاي يشدو يقرب لي بقاش طرطط ستوب ستوب اي ريح لبسالات لا انا تنقول لك با بوجي عرفتي راه كيطير تبارك الله دابا نخرجو نضربو به شي دوره دابا واحد اللي غتعطيه الماكل واحد يبدا يطلع عنده ما بقاش يخرج نتوما ما تبقاو تلعبوا معاه ما والو خليه هو رايضة واحد ما بقاش حتى شي واحد اللي غيعطيه الماكله فقط ما يبقاش يحكوا لي بزاف تلعبوا يطلع عنده واحد ولا جوج يخرج تلقى وغير اللي يدو وحده تخرج اللي غيدخل دابا حنا غنبداو نخرجو يبقى يخرج حتى واحد دابا المهم دابا ايوب نمشيو نضربو به شي دوره باش يتطلق معانا ونبداو مع الخدمه ونمشيو ناخذوا لي شي كاشيرات ونبداو معاه المهم الخوش من بعد ما كالميت الكلب وبينت ليه بلي انا راه طبيعي عليه بلي انا راه هو اللي حاكم ماشي هو اللي حاكم انا اللي كنحكم فهمتوني اخوتي بحال داكشي قانون الغابه بينت لي انا اللي كاين ودابا انتوما كما كتشوفوا عندي ريكومبونس هنا كاشير ونيت قلت لهم جوعوه الكلب خاصو يكون جيعان فاش يتخدم اخوتي ودابا راه غادي نبداو مع الخدمه نشوفوا كيفاش سكاي سي فوالا سكاي كيف ما شتو اخوتي ها بدا كي يطيح دبا وي سكاي فوالا فوالا علاش زيد سكاي كي اوكي فوالا اسي سكاي اسي اس فوالا سكاي سكاي كوشي ياك هاي كوشي فوالا سكاي نو كوشي سكاي كوشي كوشي فوالا سي Ça c'est bien couché, voilà. Oui, Sky, ça c'est bien, voilà. Pas bouger. Vas-y, stop. Vas-y, vas-y. Allez, allez, allez. Assis. Voilà. Couche, couche.
المهم اخوتي دابا حيت مولاه كاينين هنا حدايا كيبقى مخربق كيبقى يشوف فيهم كيبغي يمشي عندهم. المهم دابا راه بدا كيخدم بعدا شويه راه بدا كيتقال هو راه داصر قالوا ليه كيبقى ينقز ليهم ياكل ليهم اي حاجه يفردك اي حاجه ولكن هادشي غيتحيد ان شاء الله. وجا نتوما غتشوفوا الكلب كيفاش غيولي غنصدموكم نتوما غنصدموا مولاه ان شاء الله. يلاه اشوفي ياك. المهم الخوت كيما شتو دابا غير كنوري الكلب غير كنهيع فيه راه باقي ما ديتش مع الخدمه نيش قاسم قاده وكذا كنبين له باللي الا درت شي حاجه زوينه راه غنعطيك ريكومبونس درت شي حاجه خايبه راه غادي نصاوبك غادي نجرك بترونكلور فهمت اخوتي. وكليب تبارك الله راه بعدا بان ليا كيخدم مزيان واو رضا قول لهم اخويا كيفاش جاك اول حصه معاه مزيانه غادي راه ما كان كيسمع ياك دابا بان لك غادي مزيان اصي كان كيدير بعض المرات كنت كنطلع كلشي وريح وكذا ما كانش كيبغي يسمع الفيديوهات ديالك وداكشي اصي كنت كنديرها معاه بشويه ولكن كلشي تاعي كنت كنديرها معاه ما كيسمعش كان كيشد بابون جاي اما كلشي بحال هادي كاش كيشدها ما كيبغيش يشدها مرة فشحال. المهم دابا الدراري شوفوا ها انتم البراكه ديالو تبارك الله قداش شوفوا صوالي معايا وشوف اقصر هذا الخوت هذا الله يجي شي قداش انا نسكن فيه والله حتى انا نسكن فيه راه ماشي بغيش يدخل لا شوط لا حرام اكبر براكه شفت شي كلب حتى اكبر براكه تقريبا الشقه كاع يعني ما كاينش شي براكه كتكون فهاد لاج وسط فهاد الشقه كبيره بزاف غير باش شي وحده. المهم الدراري دابا اللي يقصر البلان اخوتي ديال كيفاش غادي ندخلوا البراكه شوفوا معايا البلان ساهل وزوين. المهم الخوت كتجيبوا ريكومبونس بحال الكلب كيمشي يكون جيعان وكتحطوا حواليه بلاصه وميطون تي كتقول لي كتعطيه الريكومبونس كتلوح عليه بلاصتو وكتقول لي دخل بلاصتك شوف ها انت ما بقاش كاع باغي يخرج عجباتو انا عاوتاني غنجيب الماكله وغنعطيها ليه هاش سكاي دخل بلاصتك دخل فوالا ها انتم الخوت ها باش كاع قدامكم ماشي سكاي دخل بلاصتك دخل وي وميطون كنقول لي والو كنعطيك نزيد نعطي الريكومبونس من عندي واحد هاش زيد دخل بلاصتك اسي فوالا سكاي وي كوشي فوالا شل في الاول اخوتي كيفاش كان كيدير معاه كوش فوالا اسي فوالا سكاي وي كوش فوالا بوجي ستوب ستوب اي اي ستوب ستوب لاري اسي بوجي بوجي ريست كاي هادي فوالا ها انتم الخوت كيما شتو والله اخوتي شوفوا هذاك الشيء حصري قدامكم وما كاملش دابا حتى 10 دقائق باش بدينا مع هاد الخدمه والحمد لله كيما شتو راه اش نقول لكم ها بدا كيتخدم الحمد لله. ودابا اخوتي غنزيدو نخدمو معاه شويه هنا في الدار وغنمشيو نضربو به دوره مزيانه هنايا في الدرب والزرده يشوف بنادم ونخدمو معاه قدام بنادم يلا. المهم الخوت كيما كتشوفوا دابا خرجنا للمارينا ها انتم كيفما كتشوفوا الشانطي حدا وكلشي حدا وما يبقاش نخدم ها سكاي فوالا سكاي ها انتم الخوت ها اوبي اوبي سكاي اسي قدام بنادم داجيج كلشي خاص الكلب هنا فين يتخدم ماشي يبقى يقول لكم بنادم لا حق الكلب شي خاصو يخرج بالليل وكذا بالعكس الكلب احسن بالنهار احسن وقيته تخرجها فيه هي بالنهار ويكون بنادم باش كيتخدم وكيتعضابط عاد ماشي كبار وتيتدريسه وكيولف عاد ديك الساعه كتولي تخرجو من الليل باش ما يشوفكش بنادم باش تبقى ترونكيل انت وياه. المهم ها هو خوتي الكليب تبارك الله وشي فوالا فوالا وشي وشي فوالا ايه ايه وشي بابوشي ايه ريح الله. المهم الخوت دابا غادي نوريكم الكلب كيفاش ولا من بعد واحد السيونس حاره الدراري شوفوا معايا عرفتي عاوتاني بغى يعضني عاوتاني شديتو خنقتو وقاديتو قصحت معاه ايه او بي سكاي سكاي او بي او بي او بي او بي ستوب اسي اسي سكاي اسي او بي بي او بي سكاي او بي او بي او بي ستوب اسي اسي سكاي
كوشي سكايكو نو كوشي بابوجي بابوجي ها نتوما الخوش هادي راه السيونس الاولى راه اياك في السيونس الاولى راه ما غيسمعش لك على الدقه معروف هادي فهمتي فين ما مشيتي راه ما يمكنش امبوسيبل الكلب على الدقه يفهم ها نتوما دار بابوجي راه كان تيطرطش تقول له ريح كي داير يطرطا ها هو راه بابوجي دابا سكاي او بيي او بيي اسي اسي سكاي سكاي كوشي كوش نو اس كوش كو هاي كوش كوش فوالا فابوجي ها نتوما ما بديتش كنفهموا اخوتي كوشي العيبات ايه سكاي كوشي فابوجي ها نتوما دابا كتعرف بلي الكلب دا كيفهم وان شاء الله اخوتي الحصص اللي جايين لان واحد السويمين 15 يوم الكلب غيتبدل تماما وما تبقاوش نتوما تعرفوا ان شاء الله ايه فابوجي هاي سكاي اسي ها سكاي اسي اس كوشي شو الخوت كل كيفاش بدا كيتبدل المهم الخوت دابا راه تقريبا سالينا الحصه مع هاد الكليب هذا دابا غادي نديوه في حالاته وان شاء الله من هنا لواحد السويمينه غادي نرد عليكم كيفاش غيولي وهكا كيتخدم اول كلب اول نهار كتجيبو خاصك تخدم مع الاساسيات تخدم مع نو وي هادو هما اول حوايج كتبين ليه هادي ما تقيساش وهادي تقيسها من بعد كدوز له الاسي كوشي با بوجي من بعد كدوز له اوبي وكتبقى غادي مع الكلب بحال هكا شهر شهرين على حسب الكاركتير ديال الكلب كيفاش كيكون كاين اللي عقلو ثقيل كاين عقلو خفيف سيمانه 15 يوم تقدر يتعلم وكاين اللي عقلو ثقيل على حسب الكلاب وهاو معنا هنايا رضا كي جاتك عشيري الحصه نادي كنادي احسن كيما ياك عاود لهم البلان ديال ديك الكلبه اللي قلتوا لي ديتيها لشي دريسور كانت عندي واحد الكلبه واعره ماشي هيك هي كانت قبيح من هذا ودينا عنده واحد دريسور ضربوا الزام ياك صافي وقلت له سي معاه وقال لي فلول ما عرفت قال لهم شي 3000 درهم باش ندريسها 3000 درهم قال لهم شي 3000 درهم باش ندريسها لا هو راه 3000 درهم كاين هاد الثمن باش نتفقوا كاين 3000 درهم كيدريسوا الكلاب وكيتدريسوا من شهر شهرين كتعطيه لدريسور تيبقى عنده وتيدريسيه لك مزيان ما عرفت قال لي يبقى عندنا شي ربع شهور صافي عطينا الفلوس دينا ليه شي 6 ميكات عامرين كاركا ديناهم ليه فلوس صافي تفاهموا مع داك الشيء العيباش صافي داس ما عرفت شي سيمانات بحال هكا خويا عيط لينا قال لينا راه الكلب مات فاش قال لنا الكلب مات قلنا له صيفطنا التصويره صيفطنا التصويره دابا انايا فاش صيفطت التصويره الكلبه ديالي كنت عارفها مزيان حافظ عاقل عليها جاتني بحال ماشي انا ما تقبلتهاش صافي الغدلي مشينا عنده حنايا الغدلي فاش مشينا عنده فدخلوا اللي غندخلوا حتى هو عنده بحال قلتي فيرما عامره بالكلاب عنده جميع انواع الكلاب وعنده واحد البلاصه داير فيها الرمله وكيدريسي فيهم دوك العيبات ديال الصوت ودير فيها واحد الكلب كان معايا مسكوله لا ماشي مسكوره ضربو عزه ضربو عزه واحد الكلب كان فيها مرض فرق عليه وليه صافي بنت لي واحد الكلبه بحال ديال الكلب شي غير هي ما كتنبحش صافي انا باش وانا نقول لخالتي قلت لها هي الكلبه ديالي هو بحال ما تقبلهاش انا بقيت كنبكي حيت بقى في الحال كانت ديك الكلبه واعره شحال من واحد يقولنا بيعوها ليا وهادي وانا كنقول لهم لا صافي وبحال ما تقبلهاش خرج خرج ويقول لهم وام حشومات شي واش حنا نكتبوا عليكم صافي وانا طلعت انا وبين ورد دخلت الباب مابقيتش كنتسوق وانا دابا انا شوف انا ما نقدرش نقول لك واش هادشي صحيح ولا كذب عليكم ولا داها عليكم المهم اللي قلت لي هو الكلبه كانت زوينه وواعره المهم الا داها لكم من الله الله يخفي الحق ولا ما داهاش راه ماشي ماشي صافي فهمتي المهم انت ان بعض الظن ايش انت ما تقولش راه وقرا الدافع على كذا صافي مشات الله يسهل عليها صافي قلنا كنا داك لها كاع لي فاكسين ديالها مورا شحال كانت عندها كانت عندها 7 شهور تقدر حتى ما تقدر ولكن دابا انت ما فهمتي ما ما دير اللوم على حتى شي واحد حيت تما كاينين دوك لاكار تقدر تكون ضربها حتى شي كرام فري المهم الخوت هذا ما كان ديال القصه ديالو مع الكلبه الاولى ديالو وان شاء الله سكاي غيولي ناضي وديجا سكاي كان جا البارفو كان غيموت كان جا البارفو هاد الكلب اخوتي كان غيموت داكشي علاش كيبان لك من الكلب ما مبهلال وما ما عارفش شنو باغي يدير فهمت البارفو خايب اخوتي ملي كيجي الكلب مورا الكلب كينقص ليه شويه من مثلا من الكاركتير ديالو كما تيقول اتونسيون المهم الخوت ها هو رويب على خدام على الكليب تبارك الله راه تشوف فين دار لي بابو جيرو هو الكلب راه بدا تيتقاد اش بان لك بابو جيرو والله تدار رويب سيمانه ان شاء الله رويب حتى هو نادي بدا كيخاف من الكلب كيخاف من رويب راه هو خوتي الكلب شوف فين دير ليه رويب على بابوش كاينه ايوا المهم اخوتي حنا راه كنخدموا مع كلاب من نيته فهمتوا من نيته حيت الا خدمتي مع الكلب بنيتك كاع ما غيتقاد
شو ها انتم الكلب كيول كاروفاكس سير او بيار ويبعا اسي كل شي با بوجي. المهم دابا خوتي راه غير لوبيسونس وغير سوسياليزي ومع بنادم. دابا كيف ما كتشوف بنادم دايز وكذا خاصك دير حدا بنادم وتخدم مع الكلب وفهمتي بحال هكا تيستي المهم ها هو الكلب اخوتي دار بابوجي راه بزز عاوتاني بغى يمشي يتبع بنادم ولكن ان شاء الله هادشي غنحيدو ليه مع الوقت. كيف ما كتشوفوا الخوتي يعني اول مره الكلبه غتادابتا وغتشد معاها اخوتي يعني دارت معاها قلنا لها شي حوايج طبقاتو ولكن اخوتي بين خمس ايام ولا ست ايام ولا سبع ايام خويا الكلبه غتولي تقرا ولا نديروها في التلفازه غتولي تقرا داكشي اللي في التلفازه ان شاء الله. كنقول لكم اللي كاين اخوتي غتولي تقرا في التلفازه ديرك تالي شنو اللي من بعد تغني غتادابتا تبع النهار الاول اخوتي هذه خمس ايام ديالها امها تولي تقرا في التلفازه ولا دير لها طول جيري ياك ياك امك يا سير طلعي يلا سير طلعي سير هيا غطلع الخوت في حياته الدار ان شاء الله موراها غندير لكم فيديوهات الى تادابتا ان شاء الله ولكن غنطلبوا من الحلا ما يبقاش يخرجوها كاع في خطا حيت صعيبه حتى ما تبقاش عند هادشي علاش عندك كلاب بزاف الخوت. المهم الخوت هو جبنا دابا البلاصه والباب محلول وكلشي ما كيقدش كاع يجي لهنا صافي علمنا بلي خاصك تبقى تما ريح بلاصتك يلا يلا اسي بلاصتك اسي اسي بلاصتك تما يلا 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 فوالا السابع هو دابا راه ما كيخرجش والو. المهم الخوت كيف ما شتو دازت الحصه ناديه كان هادي كي جاتك عشيري ناديه كاين عشيري. المهم دابا راه غادي نمشيو ونخليو الكلب ورينا شنو غيدير مع الكلب ودابا غنبداو نخدمو مع نهار نهار لا حتى نقادو ان شاء الله غنخدمو معاه حتى نقادو ووريتو دابا كيفاش يتعامل مع الكلب وبزاف د الحوايج وريتهم ليه باش الكلب ما يبقاش يدير معاه ولا فهمتش خاص يكون ناضي. هو دابا راه مريح دانا وانتوما دابا نحاولوا ندخلوا بلاصتو ونشوفوا شنو غادي يدير. هاش زيد اجيب لك زيد سكر حلو الباب حلو ها هو يلا سير دخل بلاصتك دخل بلا دخل دخل بلاصتك يلا دخل دخل بلاصتك انتوما ماشي بحال الاول اخوتي ها هو واخا تقصحش معاه شويه ولكن ماشي بحال الاول قلت له ايه هو يدخل. المهم الخوت نتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله يكون وصلنا لافان ديال هذا الفيديو هذا تنساوش ديروا لايك ابوني سبسكرايب يلا ان شاء الله.